وصلت لعمليات النظافة والمحيط على مستوى بلدية مشرية، وتنفيذا للمخطط الولائي المبرمج من طرف السيد والي الولاية. ها نحن اليوم بحضور السيد الأمين العام للولاية والسيد رئيس المجلس الشعبي البلدي والسادة المدراء، الإشراف على انطلاق عملية واسعة لتنظيف محيط المجاري وأيضا النقاط السوداء المسجلة على مستوى البلدية. ما يخفاكمش أن هذه العملية مشتركة بين الديوان عمال ديوان الوطني للتطهير على مستوى 5 ولايات اللي دعمونا اليوم في هذه العملية اللي انطلقت منذ يوم الثلاثاء وهي اليوم في يومها الثالث. حين العملية هذه السباقية لحماية مدينة مشرية من الفيضانات الموسم الخريف، بهذه المناسبة نشكر كل المدراء ونشكر الولاية على المساندة الدعم تاعهم لنا، ونشكر الديوان الوطني للتطهير وكل الشركاء اللي عاونونا بما فيهم مديريه التعمير ومديريه الاشغال العموميه كل المديريات، والعمليه مستمره ان شاء الله حتى النهايه تاعها ان شاء الله. مواصله لعمليه حمله النظافه الواسعه التي اطلقها السيد الوالي على مستوى جميع دوائر الولايه، نحن اليوم في دائره المشريه. بالنسبه لنا كقطاع للاشغال العموميه تم حشد العتاد اللازم لهذه العمليه لاستدعاء المؤسسات العامله على مستوى الولايه وبتسخير العتاد التابع لحظيره المديريه. احنا رانا مضررين من هذا الاوساخ، هذه هي الذبان حشاك العقارب الاوساخ. نطلبوا من رئيس البلديه والسلطات هذه تاع البلديه يشوفوا لها حل لهذه الصوالحه لهذا الاوساخ. سوي يا اخويا حاشاك الريحه الصوالح المرض كل شيء كتلونا بها اخويا. وحنا نتمنوا من السلطات اللي راها تسمع فيا اخويا، نتمنوا يديروا لنا قرار لهذا الحل. البلديه مسكينه عيات كل يوم ينقوا، كل يوم راهي كاتف وانا نشهد عليها امام الله باللي رب خطرات راهم ينقوا. حاجه يجي يقلبها هنا قدام، يجي يفرخها قدامنا. عينا نهضروا اخويا، يجي يقيس لابوبال عندنا اخويا يراعي لينا غير حنا ويراعي اللبزو الصغار اللي راها تمرض خويا.